اللقيط حكاية من التراث الفرنسي. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي قرية صغيرة في فرنسا، كان يعيش ريمي الصغير البالغ من العمر 8 سنوات. كان يعيش مع أمه الحانية الطيبة التي أحبته حبا جما. أما والده فكان يسكن بعيدا عنهما في باريس، وقد تركهما عندما كان ريمي طفلا صغيرا. وكم كان صغيرنا ريمي يتطلع بشوق كبير إلى رؤية أبيه ثانية. إنه ريمي يا زوجي العزيز. أيتها الحمقاء، لما لم تفعلي ما أمرتك به؟ أبي أبي اسكت. ريمي لا بأس، إنه مطر. أحضري لي الطعام. حاضر. كان ريمي يعتقد أن له أبا عطوفا رقيق القلب حتى اللحظة هذه، لكن ما شاهده من أبيه كان عكس ذلك تماما، وقد شعر بخيبة أمل كبيرة. إلا أنه لم يقطع الأمل، فقد تعرض أبوه لحادثة أثناء عمله في باريس، مما ترك في نفسه أثرا بالغا، وربما كان ذلك سبب تصرفاته الغريبة. لما لم تأخذيه إلى دار الأيتام؟ انتبه لكلماتك، قد يسمعنا ريمي. لم أستطع القيام بعمل فظيع كهذا أبدا. عمل فظيع؟ وهل سيغير ذلك من الأمر شيئا؟ إنه لقيط، عليه أن يشكرني لأني ربيته. أنا لقيط؟ لقيط؟ كلا. أتوسل إليك ألا تخبره بشيء، أرجوك. ريمي، يا لك من كاذب. أنا لست لقيطا، أنا ابن أمي. أنت كاذب كاذب كاذب. اخرس. خذ. كفى كفى، أرجوك كفى. لقد وجدتك في باريس منذ 8 سنوات، خدعتني ثيابك الجميلة، فظننت أنني سأجني ثروة من ورائك، ولكن لم يسأل أحد عنك. ليتني تركتك حيث وجدتك. لم يكد يصدق ريمي ما سمعته أذناه. وفي اليوم التالي حاول الأب القاسي أن يصطحب ريمي إلى دار الأيتام. هيا أيها الغبي، ستأتي معي إلى دار الأيتام. هيا. في تلك اللحظة مر بهما ممثل متجول يدعى فيتاليس، وقد سمع القصة كلها من الأب الشرير. أرجوك، لن يجد هذا الطفل المسكين ما يسره في دار الأيتام. ما رأيك أن تعطيني إياه وسأدفع لك 20 فرنكا في السنة؟ ما رأيك؟ 20 فرنكا؟ حسنا. سر الأب الجشع بما عرض عليه، فما كان منه إلا أن تسلم النقود وأعطى ريمي المسكين إلى فيتاليس، ثم ذهب إلى البلدة. أما ريمي فقد انهمرت الدموع من عينيه حزنا على فراق أمه. أدرك حقيقة مشاعرك يا ريمي، ولكن عليك أن تحافظ على رباطة جأشك. لا شك أن أباك رجل طيب، ولكنه لا يستطيع أن ينفق عليك بعد إصابته في قدمه. يجب أن تعرف يا بني أن العالم مليء بالأحزان والمصائب. كن شجاعا ولا تلقي اللائمة على أحد. وهكذا بدأت رحلة فيتاليس وريمي ومن بصحبتهما.
وتعلم ريمي الكتابة على يد فيتاليس، كما تعلم الموسيقى والعزف على القيثار، وكان فيتاليس بارع الذكاء وفنانا ماهرا. وعندما وصلا إلى المدينة، ما هذا؟ العزف هنا ممنوع، هيا إلى مكان آخر. ماذا فعلت؟ القانون لا يحرم العزف هنا، أتفهم؟ ماذا؟ يا لك من أحمق. لقد تهجمت على رجل الشرطة، أنت رهن الاعتقال، هيا معي. وهكذا أدخل فيتاليس إلى السجن لمدة شهرين. وهام ريمي وبعض أعضاء الفرقة على وجوههم بعد أن طردوا من المدينة، وكانوا في حيرة من أمرهم، فكيف لهم أن يعيشوا بدون نقود وبدون فيتاليس قائد فرقتهم؟ شكرا لكم جميعا، فلم يضحك ولدي هكذا منذ مدة طويلة. ما رأيك أن نتناول العشاء معا هذه الليلة؟ ماذا؟ حقا يا سيدتي. وهكذا تسنى لريمي ورفاقه من الحيوانات فرصة التواجد على ظهر يخت عائلة ميليغان. كانت السيدة ميليغان امرأة طيبة القلب عطوفة، وسرعان ما أحبها ريمي وكأنها أمه الحقيقية. وفجأة عادت إلى ذاكرة ريمي صورة أمه الحقيقية التي ربته. أمي. ومضت فترة الشهرين بسرعة بالغة، وأتى يوم خروج فيتاليس من السجن. ريمي. فيتاليس سيدي. أوه. عزيزي. أخبرني كيف حال الجميع؟ وعندما التقى ريمي بفيتاليس ودع السيدة ميليغان وابنها آرثر، وانطلقا بجولة فنية جديدة. أوه الذئاب، يجب أن نشعل النار طيلة الليل. أوه. انهض يا ريمي، لقد هاجمت الذئاب الحيوانات. ماذا؟ أسرع أسرع يا سيد فيتاليس. لا فائدة يا ريمي، فلنرجع، لا فائدة. كلا، فكيف لنا أن نترك القرد هناك؟ ما به يا ريمي؟ قردي الحبيب، قردي الحبيب. أوه. مسكين، إنه بارد كالثلج، إنه متجمد. متجمد؟ بعد أن هاجمت الذئاب حيوانات الفرقة، فقدت الفرقة الكلب ووجدت القرد على حافة الموت، فنقلته إلى طبيب البلدة، فأخبرهم الطبيب بأنه مصاب بالتهاب الرئتين، ولم يملك فيتاليس نفقات العلاج أو الدواء، فتنازل الطبيب الكريم عن أجره راضيا. قردي الحبيب.
استرح، يجب أن تنال قسطا من الراحة حتى تستعيد صحتك بسرعة. سنراك فيما بعد يا عزيزي. وبغياب أحد الكلبين عن الفرقة وبغياب القرد أيضا، قل عدد المشاهدين. انظر يا عزيزي، ها هو الدواء. ها؟ حاول القرد أن يلعب دوره على الرغم من مرضه. كم كانت فرقة فيتاليس سعيدة، ولكن بعد وفاة القرد لم يتبقى في الفرقة من حيوانات سوى الكلب جابي، وفقدت الفرقة شهرتها وقل عدد مشاهديها. فقرر فيتاليس الذهاب إلى باريس بحثا عن حيوانات جديدة. تابع فيتاليس العجوز سيره دون اعتبار لمرضه، كان يود الوصول إلى باريس بأسرع وقت ممكن. سيدي، ما بك يا سيدي؟ سيدي، سيدي. لم أعد قادرة على متابعة السير، أحضر لي بعض العشب الجاف. حسنا، انتظر انتظر. أرجو أن تعذرني يا ريمي. نحن بخير، أليس كذلك يا كلبي؟ والآن هيا اذهب للنوم. هيا. بل سأبقى إلى جانبك. نم وإلا لن تذهب إلى باريس. حسنا، تعال بجانبي يا كلبي. أنا متعب. هل استيقظت يا بني؟ أين أنا؟ اهدأ يا عزيزي، أنت في منزلي. لقد وجدتك هذا الصباح في طريقي وأنا ذاهب إلى السوق، والآن هيا تناول قليلا من الحساء وسوف تتحسن. أين سيدي؟ لقد مات. ماذا؟ كان متجمدا عندما وجدته هذا الصباح يا عزيزي. يا للمسكين، لقد تسلمت الشرطة جثته. إلى أين؟ يجب أن لا تترك فراشك الآن. وبقي الكلب وحيدا مع ريمي بعد وفاة فيتاليس. أين يذهبان؟ لم يكن يعلم، ولكن قدميه قادتاه إلى قريته حيث تعيش أمه.
أخبرته أمه التي ربته بأنها عرفت أبويه الحقيقيين وأن زوجها قد توفي وهو في طريقه إلى باريس بحثا عنه. وبتشجيع من أمه قرر ريمي الذهاب إلى لندن بصحبة الكلب جابي بحثا عن والديه. ولقد امتلأ صدره إثارة وارتسمت في مخيلته تساؤلات عديدة حول حقيقة عائلته. وبعد رحلة شاقة وصل ريمي إلى لندن، فتوجه على الفور إلى مكتب المحامي الذي اصطحبه إلى والديه مباشرة. ها قد وصلنا يا بني، هيا تقدم يا عزيزي. هيا جيم، لقد أحضرت ريمي. ها هم أهلك يا ريمي. هيا يا بني، هيا تقدم، تقدم يا عزيزي ولا تخف. هيا. لما تنظر هكذا؟ اذهب للحظيرة واخلد للنوم. هيا. لم يصدق ريمي الأمر أبدا. وفي وقت متأخر من تلك الليلة أتى رجل بثياب فاخرة ليقابل جيم وزوجته، وقد سمع ريمي ما دار بينهم من حديث فأصيب بصدمة بالغة. فجيمس هذا ما هو إلا شقيق ماليغان، والد ريمي الحقيقي، وقد تصرف هكذا طمعا في الميراث. والآن ما علينا سوى انتظار موت آرثر. سأضع السم في دوائه. نعم آرثر ماليغان، لقد سمعت بهذا الاسم من قبل، لقد تذكرت الآن. إذن تلك هي أمي وآرثر هو أخي. لا لا، سيقتلون آرثر. آرثر، أنا قادم لإنقاذك. آرثر، أنا قادم لإنقاذك. آرثر. إنه يزداد شحوبا يوما بعد يوم. لا داعي للقلق، لا شك أن هذا الدواء سيشفيه، وهو من نوع خاص حصلت عليه من لندن. شكرا لك يا جيمس. خذ يا آرثر، تناول هذا الدواء وسوف تشفى بإذن الله. هيا يا بني، يجب أن تشرب هذا الدواء كي تشفى يا عزيزي. هيا. أرجوك دعني، دعني أرجوك، انتظر. من؟ ريمي؟ ريمي، كيف أتيت إلى هنا؟ هذا الدواء مسموم يا سيدتي، إن جيمس يحاول قتل آرثر. نعم، إن هذا الدواء مسموم يا سيدتي، مسموم. ماذا تقول؟ ماذا قلت؟ أخرجوه من هنا. إذن فلندع الشرطة يتحققون من صحة الدواء يا سيدتي، صدقيني. اخرس، إنه يكذب، يكذب. كلا، فليس من طبعه الكذب، أنا وآرثر نعرفه جيدا. استدعي الشرطة فورا. هيا. في الحال يا سيدتي. شكرا لك يا ريمي، ولكن كيف عرفت حقيقة جيمس يا عزيزي؟ عرفت ذلك لأن اسمي الحقيقي هو هنري ماليغان يا سيدتي. مستحيل، أنت ولدي، هنري غير معقول، ولدي، أمي، هنري، ولدي، أمي، هنري، أمي الحقيقية. أجل يا عزيزي، أجل. وهكذا انتهت رحلة العذاب بالنسبة لريمي بعد أن تعرف على أمه الحقيقية. وبعد أسابيع وفي يوم مشمس، أمي، أمي، ريمي، أمي، أمي، ريمي، أمي، أمي، ولدي، أمي، ريمي.